بالتأكيد بعد انهيار المنظومة الدفاعية والأمنية للنظام السوري والجيش السوري بقواته الرديفة أيضا، وبعد التأكد من استخدام داعش للأسلحة الكيماوية في تل برك والصالحية التي تشكل أحد أحياء الحسكة، تقدمت أو تدخلت وحدات حماية الشعب على الخط ترافقها قوات الصناديد والقوات الأخرى الرديفة لها، ونستطيع أن أوجز الوضع العسكري في محافظة الحسكة أو في مدينة الحسكة على الشكل التالي: تم قطع كل خطوط الإمدادات لداعش من كافة المناطق الأخرى الخارجية بما فيها عن طريق أبيض أو عن طريق الطرق المؤدية إلى الرقة والشدادة، وكذلك بالريف الشرقي والريف الشمالي ككل. لذلك بقيت داعش محاصرة في أحياء النشوة الغربية وبعض الأجزاء من غويران، وهي بشكل مجموعات مشتتة متفرقة متمزقة تلاحقها وحدات حماية الشعب، وهي تكاد تكون قيد الانتهاء منها، خصوصا في إطار دعم قوات الصناديد لهذه الحملة بشكل فعال، بالإضافة إلى القوات الأخرى الرديفة والقصف المركز والدقيق لقوات التحالف الدولي من الجو. نعم، في التاريخ الذي ذكرتموه في 27 من الشهر الماضي، داعش استخدمته في مكانين مختلفين. في إحدى المكانات بالقرب من ريف القامش الجنوبي في منطقة تل برك، وأصيب على أثرها 12 من مقاتلي وحدات حماية الشعب. تم التأكد من استخدام من أن المواد المستخدمة في هذه القذائف، طبعا استخدمت قذائف الهاون والمدفعية، تم التأكد من مصادر حتى شبه مستقلة ومن مصادر الطبية أن هذه غازات محولة، غازات سامة، ربما كانت من غاز الخردل أو من بقايا غاز الخردل القديم السوفيتي المصنع ربما في سوريا أو في العراق، وقد دخلت في أيدي داعش. هذا بالإضافة إلى استخدامها مرة أخرى ضد المدنيين في اليوم 28 من الشهر السادس ضد حي الصالحية، وعلى أثرها أصيبت مجموعات من الناس، ظهرت آثارها كتدمع في العين وارتعاش وتجفاف وتقرحات وكذلك ضيق تنفس وحتى ارتعاشات داخل عضلات الجسم، وهذا ما أكدته بعض المصادر الطبية على أنه ربما كان نوع من غاز الخردل. أهلا بكم.